انضم إلينا أيضا من موسكو سيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار السابق للرئيس الروسي. برحب بحضرتك سيد ماركوف على شاشة القاهرة الإخبارية. دعني أبتدي معك من جلسة مجلس الأمن اللي كانت منذ قليل. يعني سيد ماركوف، برأيك ما هي الرسائل الجديدة التي حملتها كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال هذه الجلسة؟ من وجهة نظري أعتقد أن سيرجي لافروف كانت هناك رسائل منذ البداية واضحة تماما من الجانب الروسي، وهو يحاول إيصالها مرارا وتكرارا. ليس هناك تغيير في الموقف الآن، هناك رسالة واضحة تماما. روسيا ترغب في إحلال السلام في الأراضي الأوكرانية كما هو ممكن. وثاني هذه الرسائل، نعتقد أن هناك أي رابط بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الصراع ليس بين روسيا وأوكرانيا، هذا الصراع بين روسيا والغرب. روسيا والدول الغربية هم يستخدمون أوكرانيا كدولة وسيطة في هذه الحرب، والغرب يستغل أوكرانيا لهذه الحرب بالوكالة ضد روسيا. فبالتالي الشخص الرئيسي هو الرئيس الأمريكي الذي يمكنه وقف هذا العداء. الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة يمكنهم الحديث بشأن هذا الموضوع، هم من لديهم القرار من خلال تناول هذه الموضوعات الخاصة بهذه الأزمة ووقف الحرب بدون استغلال للنظام الأوكراني. كل هذه الدول الغربية تدعم النظام الإرهابي الإجرامي أيضا. نحن في حاجة إلى وقف هذه العدائيات وهذا الاقتتال بشكل فوري بعد أن تتوقف الدول الغربية وتعن هذه العدائيات وتقبل بالمطالب الروسية. لابد أن تكون أوكرانيا على الحياد، وثاني هذه المطالب لابد أن تكون أوكرانيا دولة ديمقراطية، وهذا النظام القمعي الأمريكي الذي نراه في أوكرانيا لابد من استبداله بشكل مبرر. وبذلك بالرغم يعني من كل ما تقوله وهذا الدعم الكبير ربما يعني من قبل الغرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يتهم الدول الغربية وأيضا الولايات المتحدة الولايات الأمريكية مع كل هذا الدعم الذي تقدمه هذه الدول إلى زيلنسكي، يتهمها بالتقصير أو ربما بأن هناك يعني بعض السلبية. كيف تنظر روسيا ربما إلى مثل هذه الاتهامات من قبل زيلنسكي إلى الغرب وأيضا إلى مواقف هذه الدول، ولما هذه التصريحات يعني من قبل الرئيس الأوكراني؟ ما الذي يريده؟ أيها لابد أن نتفهم، نحن لا نعتقد أيضا أن الدول الغرب تدعم أوكرانيا. انظر إلى هذا الجهاز في أيدي، عندما أضع بعض وأقوم بإيداع بعض الأموال وأستثمر بعض الأموال في بعض البرمجيات، لا يعد استثمار. هذا ما يفعله الدول الغرب، هم يستغلون أوكرانيا ويستخدمون الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا، وهم يستغلون موت الجنود الأوكران في حربهم ضد روسيا. ثانيا هذا النقاش بشأن المجرمين، النظم الإجرامي مثل زيلنسكي وبايدن وأيضا بعض الأطراف الأخرى الداعمة لأوكرانيا، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم. نحن لا نعتني بذلك، نحن فقط في حاجة إلى وقف هذه الحرب العدائية التي تشنها دول الغرب ضد روسيا. من موسكو سيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار السابق للرئيس الروسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.